مستمعتنا غريبه بالزنجلان. غريبه بالزنجلان والكوك. رائعه. وكنطلب من السيدات يجربوا هاد غريبه ديال الزنجلان والكوك، راها جد رائعه. واللي صوبتها اخواتي الكريمات تدعي مع ام حموده بالخير وبالصحه والسلامه. الله يطول عمرك اختي سناء. اذا على بركه الله ناخذوا الطريقه والمقادير. مقادير عندنا 6 بيضات. نعم. عندنا 4 كيسان ديال السكر كلاصي. نعم. عندنا 2 كيسان تاع الزيت. وخمارة وحده. ايه. ونص كيلو نتاع الزنجلان محمر ومطحون. نعم. ونص كيلو ديال الكوك ما مطحونش. طريقه كناخذوا البيض وكنزيدوا عليه سكر كلاصي وكنزيدوا 2 كيسان ديال الزيت وكنزيدوا خماره وكنديروا الزنجلان محمر ومطحون. نعم. كنزيدوا الكوك حتى كيتجمع لنا الخليط وكنكوروها وكنديروها في سكر كلاصي بلا ما نديروا مزهر، نديروا غير سكر كلاصي غير نعمروها مزيان. ايه. وكنديروها في اللاطا، ندهنوا اللاطا وكنشعلوا الفرن يكون شويه سخون وكنديروها، راها كتشقق وكتجي رائعه. وما تحتاج السيده تغطسها في مزهر. بلا ما تغطسها بلا حتى شي حاجه، كتجي مشققه وكتجي رائعه 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 جدا. غادي نعاود معاك المقادير وقولي لي واش سجلت كل شيء وما نسيت والو يا ام حموده، الله يكثر خيرك. اذا قلنا بسم الله، قلنا 6 ديال البيضات. نعم. 4 الكيسان ديال السكر كلاصي. نعم. 2 كيسان الزيت. اه. خماره حمراء. اه. نص كيلو ديال الزنجلان محمر ومطحون. نعم. السيده غادي تخلط البيض وتزيد له السكر كلاصي ثم داك الامور الاخرى اللي هي الزيت والزنجلان وتخلط مزيان ودير كويرات وغادي تفنديهم في السكر كلاصي وديرهم في اللاطه تعمرها مزيان وديريهم في اللاطه وديريهم طبعا يطيبوا في الفران كيجيو رائعين رائعين. واحد التحيه اختي سناء، الله يجازيك بخير. على راسي وعينيا. واحد التحيه كنهديها للناس ديال ميسور، منطقه ميسور، والتحيه لعائله لامان وعائله بوشيده، وتحيه لبنتي بنتها هي اللي جات الاولى عبادي زينب، كنهدي لها واحد التحيه لزينب وكنتمنى لها ان شاء الله التوفيق. وهنيئا هنيئا ليك ولهذ البنيته. وتحيه لحموده ولدي مدينه فاس، وكنتمنى له النجاح راه في الامتحانات. امين يا رب العالمين. غادي انا في الامتحانات. وشكرا اختي سناء، ومنسى بك بزاف بزاف بزاف. كنشكر البرنامج وكنشكر الدكتور عماد اللي كيفيدنا.